الحمد لله ربي على الفيكتوار ساعة قبل كل شيء، وتتويج معناها الفيكتوار هذا باش يخلينا نخدموا مرتاحين، يخلينا نكملوا الويلة معناها المرحلة هذه، وباش ندخلوا مرحلة البلاي اوف معناها في فاسون أخرى إن شاء الله. إن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله ننزلوا الشامبيون إن شاء الله. Un but très important certes, mais c'est dû aussi à l'effort de mes coéquipiers et à la confiance du staff, de l'entraîneur et aussi du président, parce que c'était pas évident vu un début de saison difficile. Mais alhamdoulilah, on s'est remis à travailler, ils ont cru en moi. Bon, c'est ça que aussi que je peux ma part de contribution, c'est de ça, c'est de jouer et de faire marquer et de marquer aussi si possible inchallah. اشرف العيادي حسام دكدوك اول لقاء ليكم مع فريق الكبر، ناخذ منكم اكثر فكره كيفاش لقيتوا الاجواء، دعم الجمهور ليكم، دعم الناس كل ليكم انتم. الحمد لله ربي، يعني واحد اليوم كان حاضر مع جوريت سنيور وفي طيب ميري، يعني حاجه كبيره واحد يلعب في مع جوريت سنيور في طيب ميري. الببليك كان باهي معنا والحمد لله، يعني لقينا التشجيع من الببليك ومن سيمون صفاغميغ ومن الستاف وكل شيء، ويعني واحد ستريسي على الاول، من بعد دخلنا في الماتش والحمد لله ان شاء الله ديما هكا. والله كانت بداية طيبة وإن شاء الله ما حسن إلى أحسن، ونشكر الببليك اللي عطى فينا الثقة وسي المنصف اللي عطى فينا الثقة. نهاية المرحلة هذه نقيموها كإيجابية في انتظار دخول مرحلة البلاي أوف اللي هي أهم. إن شاء الله الفريق يكون حاضر، وإحنا قاعدين نخدموا على هذا باش نحضروه معناتها كما يجب لمرحلة البلاي أوف، وإن شاء الله يكون على منصة التتويج في آخر الموسم. كما قلت احنا باش نلعبوا من أجل التتويج، ما احناش باش نكونوا فيجيرون في البلاي أوف. عندنا لي زاتو نتاعنا، عندنا اون بون إيكيب بقدرة ربي باش نمشيو بها وباش نلعبوا بها مرحلة التتويج هذه من أجل التتويج. وإن شاء الله آخر الموسم نلقاو النادي الرياضي الصفاقسي متوج، إذا كان مش بالبطولة إن شاء الله نكونوا في البوديوم معناتها من ثلاثة للمرتبة الأولى. زرمان في بالي رغم حتى نادي الصفاقسي منعوهم من الانتداب، أما نلقاو عندنا الدوبلير وعندنا برشا ملاعبية يعني باهين برشا، سيرتو اليوم أشرف ودكدوك أثبتوا جدارتهم. والله أكثر حاجة فرحتني في النادي الرياضي الصفاقسي هي كونه فما خدمة قاعدة تخدم من الفريق الأكابر اللي أعطاه الفرصة للشبان، وخدمنا الشبان هذوما طيلة شهرين أو ثلاثة شهور وإحنا قاعدين نتبعوا فيهم كل نهار صباح وليل، وساهرين عليهم يعني بدنيا نفسانيا كرويا عائليا، معناتها حقيقة ولينا نعيشوا معهم عبارة اخواتنا. الحمد لله اليوم شفنا بعض الايجابيات، اليوم اللي في اول لقاء لاشرف العيادي وحسام الدكدوك ارير دروا ارير جوش، عندنا برشا ما شفناش ارير دروا ارير جوش من خريجي الاكاديميه نتاع نادي الرياضي الصفاقسي، اليوم شفنا المردود الممتاز اللي قدموه الاولاد. انا فرحان برشا باشرف العيادي وحسام دكدوك اللي هما قدموا مردود ممتاز، ان شاء الله بقيه الشبان باش ياخذوا فرصتهم في القريب العاجل. نشكر الاولاد والملاعبيه اللي قاعدين اللي كادر نتاعنا كيما رامي وكيما ياسين وكيما محمود وكيما كريم وكيما مير وكيما علي اللي هما قاعدين يخدموا معنا في خدمه كبيره باش ينكادريو الوليدات معاهم سور تيران البرا متيران في النزل في الاستاجات اللي هما قاعدين زاد يخدموا في خدمه كبيره. نشكر ستاف تكنيك والاطار الطبي ولي بريباراتور مونتو اللي يخدموا معنا اللي هما قاعدين زاد يقوموا بعمل كبير باش ياطروا الوليدات هذوما، وان شاء الله دي سي فان سيزون نشوفوا معناتها دوبلور معنا دوز ايكيب ان شاء الله نشوفوهم في الاكابر، وماهيش مشكله حكايه الانتدابات. نادي الصفاقسي انا ديما نقولها في تونس ما عندكش كريستيانو رونالدو ميسي باش تعمل انتدابات، عندك ملاعبيه لازمك تعرف كيفاش تطور الاداء نتاعهم باش تخلق منهم ملاعبيه يلعبوا من اجل التتويج او تحسن المردود نتاعهم.